كابتن عادل اكيد اتفرجت امبارح، عايزك توصف لي شعورك والكابتن الخطيب كان بيستلم الجايزه. يعني اولا انا يعني كابتن قالوا كلام جميل جدا، ولكن عايز اقول لك انه كمان الفخر اللي انت بتحسه برئيس ناديك كمان كابتن محمود الخطيب، دي حقيقه يعني لازم نعترف بيها، انه كمان السلوك والروعه والاخلاق والحاجات دي كلها، المثل اللي بيديه للناس في النادي الاهلي، انا بتكلم على النادي الاهلي لانه هو المفترض ان هو كبير العائله في النادي الاهلي يعني. لكن عايز اقول لك حسيت مش حسيت بفخر كبير جدا انك انت ده مجهود اجيال، مش جيل صحيح. واحد ولا اللاعبين الحاليين ولا مجلس الاداره الحالي بس، ده شغل اجيال كبير كتير قوي كلها بتتلاحق ورا بعض ورا بعض لنصرة النادي الاهلي. اولا النادي الاهلي مصدر سعاده وفخر صحيح. في مصر، دي حقيقه، والجائزه دي مش للنادي الاهلي بس، يعني لازم نعترف ونقول للناس كده، الجائزه دي لكل مصري ومش احنا كنادي الاهلي، لان اي لما النادي الاهلي بياخد بطوله افريقيا بتبقى لمصر، لما الزمالك ياخد بطوله افريقيا تبقى لمصر، لما المقاولين كان بياخد بطوله افريقيا لمصر، فالنادي الاهلي لما ياخد جائزه كبيره زي ديت فده بيشرف مصر وبيشرفنا كتير قوي، وكنت في قمه سعادتي حقيقه يعني.